يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله قائم ال محمد امام زماننا الحجه بن الحسن ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة البرنامج الذهبي انه برنامج, برنامج القريه, القرية الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه, الزبدة الذهبية اعرف امامك وأعرف بإمامك وعرف بإمامك المعرفة, بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك, ودينك إمامك. العبادة الذهبية. رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً, طلاقا بائنا, بائناً لا رجعه فيه ان كنت, كنت راغباً, راغبا في امامك رساله من مجموعه من شبابنا الشيعي من شيعه الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من ايران اقرا الرساله كما وردتني قد طالعنا الكثير من وقائع لقاءات امام زماننا عليه السلام باشخاص لا يحصون من الشيعه وغيرهم في الغيبه الاليمه فلاحظنا انه عليه السلام يذكرهم بالعديد من صور تقصيرهم وفي مجالات عده ولكننا لم نجد اشاره مهدويه الى تقصير الشيعه في تغابيهم وغفلتهم او عنادهم اتجاه ذكر الشهاده الثالثه المقدسه في الصلوات فهل هناك من لقاء أو توقيع شريف أشار فيه عليه السلام إلى هذه القضية الهامة جدا جدا في دين الإنسان وعبادته أم ما هي الحكمة في عدم الإشارة إليها؟ هذا هو نص السؤال قراته كما وردني من مجموعه من شباب شيعه الحجه بن الحسن صلوات الله عليه من ايران اقول للسائلين بامكاني ان اجيب على سؤالكم اجابه سريعه ووجيزه ومختصره لكنني افضل ان افصل في الجواب فهناك الكثير من المطالب التي تخفى عليكم وتخفى على المشاهدين احاول ان اجعل الاجابات في هذه الحلقات على الاسئله التي تردني ان اجعلها اجابات نافعه مفيده بقدر ما استطيع سؤالكم عن لقاء حدث فيما بين احد الشيعه وامام زماننا او عن توقيع شريف كل ذلك يرتبط بذكر الشهاده الثالثه في الصلوات المفروضة بنحو الوجوب مثلما أتحدث عن هذا الموضوع كرارا ومرارا في برامجي وأحاديثي وإذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فما الحكمة من عدم اشاره امامنا صلوات الله وسلامه عليه الى هذه المساله المهمه والمهمه جدا هذا هو مضمون سؤال السائل وسابدا حديثي من التوقيعات التوقيعات هي الرسائل التي وصلت من امام زماننا الى الشيعه تاره تاتي هذه التوقيعات من دون سؤال من دون طلب من الشيعه واخرى تاتي بسبب طلب بسبب اسئله يوجهها شيعي او مجموعه من الشيعه قطعا هذه التوقيعات كانت زمان الغيبه الاولى التي نعرفها بالغيبه الصغرى وردت توقيعات قليله جدا زمان الغيبه الكبرى كالرسائل التي وصلت الى الشيخ المفيد من الناحيه المقدسه التوقيعات ما بايدينا من التوقيعات المهدويه قليل جدا لا ندري اين ذهبت باقي التوقيعات نحن نتحدث عن غيبه استمرت ما يقرب من سبعين سنه غيبه الامام بدات بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري إمامنا الحسن العسكري استشهد في الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المئتين من الهجرة ثمانية ربيع الأول ميتين وستين هجري وانتهت الغيبة الأولى الغيبة الصغرى بوفاة السفير الرابع السمري والذي توفي في شعبان سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجره لم تصل التوقيعات من الامام الى الشيعه منذ بدايه الغيبه وانما انقضى شطر قليل من الزمان وبعد ذلك بدات التوقيعات تصل إلى الشيعة عبر سفراء الغيبة مدة سبعون سنة ما يقرب من سبعين سنة قطعا ستتجمع كمية كبيرة من التوقيعات لكن الذي بايدينا قليل وقليل جدا اين ذهبت تلك التوقيعات هذه اسئله واستفهامات نحتاج ان نقف عندها طويلا متدبرين متفكرين باحثين عن الاجوبه الحقيقيه والتي من العسير والعسير جدا ان نصل اليها للفائده العلميه والعقائديه التوقيعات المهدويه جمعت في بعض مصادرنا الحديثيه اقدم مصدر من المصادر التي جمعت التوقيعات المهدويه كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 وثمانين للهجره قطعا لم يجمع كل التوقيعات ولكن ما وصلت يده اليه هذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي ام المقدسه في هذا الكتاب تبدا التوقيعات من صفحه 509 وتسعه الى صفحه 549 وتسعه واربعين من صفحه 509 وتسعه الى صفحه 549 وتسعه واربعين هذا الباب هو باب التوقيعات وتلاحظون عدد الصفحات عددا قليلا المصدر الاخر غيبه الطوسي المتوفى سنه 460 للهجره فهذا الكتاب اشتمل على طائفه من التوقيعات التوقيعات التي ذكرها هي هي موجودة هنا لكن عدد التوقيعات يختلف أنا هنا ذاكر لكم المصادر التي ذكرت هذه التوقيعات أقدم مصدر كمال الدين وتمام النعمة وبعده غيبة الطوسي وبعده احتجاج الطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم إنها طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين من صفحة أربعمية أو سبعة وستين وإلى صفحة أربعمية أو تسعة أو تسعين من صفحة أربعمية وسبعة وستين إلى صفحة أربعمية أو تسعة وتسعين وهذا المصدر هو المصدر الذي يشتمل على الرسالتين المشهورتين اللتين وردتا من الناحيه المقدسه الى الشيخ المفيد اقدم مصدر بايدينا للرسالتين هو هذا الاحتجاج ساشير الى موضوع رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد مصدر آخر أيضا وهو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي من صفحة 150 إلى صفحة مية وثمانية وهكذا عوالم العلوم للمحدث البحراني مع مستدركاتها إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة وهذا هو الجزء الثاني من مجموعة عوالم الإمام المهدي التوقيعات تبدا من صفحه 542 الى اخر هذا الجزء وهناك ايضا الجزء السادس من معجم احاديث الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تاليف ونشر مؤسسه المعارف الإسلامية الطبعة الثانية 1428 هجري قمري قم المقدسة هذا الكتاب أيضاً هذا الجزء وهو الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي يشتمل على التوقيعات الشريفة هذا الكتاب هو الأوسع في جمع التوقيعات المهدوية كتاب جديد موسوعة توقيعات الإمام المهدي صلوات الله عليه محمد تقي أكبر نجاة دار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم موسوعه توقيعات الامام المهدي محمد تقي اكبر نجاه هذا الكتاب كتاب جديد معاصر جمع مؤلفه فيه اكبر عدد استطاع ان يجمعه من التوقيعات المهدويه الشريفه ما يرتبط برسائل الامام الى الشيخ المفيد اشير اشاره سريعه هذا الكتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعه لابن شهر عاشوب المازندراني المتوفى سنه خمسمئه وثمانيه وثمانين للهجره وهو من علماء الشيعه المعروفين هذا الكتاب معالم العلماء هذه الطبعه طبعه مؤسسه نشر الفقاهة قم المقدسة هذه الطبعة الأولى ألف وخمسة هجري قمري حينما نذهب إلى صفحة مية وتسعة ورقم الترجمة 742 إنها ترجمة الشيخ المفيد يقول ابن شهر آشوب ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وهذه المعلومة ليست صحيحة رسائل الإمام وصلت إلى المفيد الرسالة الأولى سنة أربعمية وعشرة والرسالة الثانية سنة 412 للهجرة والمفيد توفي سنة 413 للهجرة الإمام خاطب الشيخ المفيد بهذا اللقب لكن المفيد يلقب بهذا اللقب منذ صغره منذ كان يافعا الذي لقبه بهذا اللقب هو كبير علماء المعتزله في بغداد علي بن عيسى الرماني هذا هو الذي لقب الشيخ المفيد حينما كان يافعا في اوائل شبابه حينما كان صغيرا لقبه علي بن عيسى الرماني لقب محمدا ابن النعمان الذي هو المفيد المفيد هو محمد ابن النعمان لقبه علي بن عيسى الرماني من كبار علماء المعتزله في بغداد هو الذي لقبه بالمفيد فهذا خطأ واضح واشتباه فاضح من ابن شهر شوب المازندراني في كتابه معالم العلماء ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه هنا يقول وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب ال ابي طالب كتاب معروف لابن شهراشوب المازندراني مناقب ال ابي طالب مناقب ال ابي طالب جعل لكل معصوم من المعصومين بابا خاصا به فحينما يقول هنا وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب فلا بد أن يذكر هذا في الباب الخاص بصاحب الزمان فهذا الكتاب مناقب آل أبي طالب قسمه مصنفه ابن شهراشوب المازندراني قسمه بحسب المعصومين معصوما معصوما فحينما يقول هنا من انه ذكر سبب تلقيب صاحب الزمان للشيخ المفيد بالمفيد هو يشير الى الرسائل والا لا يوجد شيء اخر لكننا اذا ما ذهبنا الى الجزء الرابع من اجزاء مناقب ال ابي طالب وهو الجزء الاخير منها نجد ان الجزء الرابع قد انتهى بهذا الباب باب امامه ابي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه هناك من جاء ورفع الباب الخاص بامام زماننا حذفوه بالكامل لماذا حذفوا هذا الباب الابواب الاخرى باقيه اذا بدانا من الجزء الاول الى نهايه الجزء الرابع فقد ذكر المعصومين معصوما معصوما وجعل لكل معصوم بابا خاصا به الى ان وصلنا الى اخر باب بحسب ما هو موجود في كتاب المناقب الان اخر باب هو الباب الذي يرتبط بامامنا الحسن العسكري الباب الذي يفترض ان يكون بعد هذا الباب هو الباب المرتبط بامام زماننا لا وجود لهذا الباب هناك من حذفه في نسخه كانت عندي من معالم العلماء وانني لاتذكر لا ما جاء مذكورا فيها بنحو واضح جدا حينما طلبت من بعض الاخوه ان ياتيني بهذه النسخه كنت متوقعا ان اجد الكلام الذي أعرفه والذي قرأته في نسخة قديمة كانت عندي وحينما أقول في نسخة قديمة ما هي بمخطوطة ولا هي بمطبوعة بالطريقة الحجرية وإنما قد طبعت طباعة حروفية حديثة أتذكر أنني قرأت فيها من أن الإمام الحجة قد بعث بثلاث رسائل إلى الشيخ المفيد بثلاث رسائل وأشار ابن شهراشب من أنه ذكر ذلك في كتابه المناقب يعني ان الرسائل الثلاث ذكرها ابن شهرة شوب في كتابه المناقب أين سيذكرها سيذكرها في الباب المختص بإمام زماننا لقد رفعوا الباب بكامله يبدو ان الرسالة الثالثة كانت خطيرة جدا لذا لم يبق عندنا من الرسائل الثلاث الا ما جاء مذكورا في كتاب الاحتجاج صاحب الاحتجاج اورد رسالتين وما يدريني ربما صاحب الاحتجاج اورد الرسائل الثلاث ولكنهم حذفوا الرساله الثالثه وحرفوا الكلام في كتاب الاحتجاج هذا هو واقع المكتبه الشيعيه وانا لا اتهم نواصب سقيفه بني ساعده انا اتهم نواصب سقيفه بني نجف هذا الكلام اقوله ليس من تحامل هذا الكلام أقوله من خبرة طويلة في عالم الكتب بشكل عام وفي المكتبة الشيعية بشكل خاص مثلما قلت لكم قرأت ولا زلت أتذكر هذا بشكل واضح جدا في هذا الكتاب معالم العلماء لابن شهر شوب المازندراني وحينما طلبت من بعض الاخوه ان يهيئ لي هذا الكتاب لا اقصد الان وانما قبل سنوات قبل سنوات هنا في لندن طلبت من بعض الاخوه في لبنان ان يرسلوا لي مجموعه من الكتب من جملتها هذا الكتاب انما طلبته لاجل هذه النقطه لانني كنت محتاجا لذكرها في حديث في برنامج لا اتذكر الان كنت محتاجا لذكرها لذكر أن عدد الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد كانت ثلاثا لكنني ما وجدت شيئا من ذلك ووجدت هذا الكلام ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب بحسب النسخة التي كانت عندي ولا زلت أتذكر ما فيها فإن ابن شهر آشوب تحدث عن ثلاث رسائل وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة ومن أنه من أن ابن شهر أشوب المازندراني ذكر الرسائل الثلاث في كتابه المناقب الجماعة شو مسوين شايلين الباب كله الباب الذي يرتبط بإمام زماننا شالوه كله حتى يخلصون من الرسالة الثالثة وإلا لا معنى لرفع الباب بشكل كامل رفع الباب بكامله شلع خلع حتى يخلصون من القضية من أساسها ولذا فإننا لا نملك الرسالة الثالثة مما يؤيد كلامي من وجود ثلاث رسائل ما جاء في كتاب رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجاليه السيد مهدي بحر العلوم هذا هو الجزء الثالث من الفوائد الرجالية رجال بحر العلوم المطبعة افتاب انها الطبعة الأولى الناشر مكتبة الصادق طهران ايران السيد مهدي بحر العلوم توفي سنه 1212 هجري قمري ترجمه للشيخ المفيد وتبدا ترجمه الشيخ المفيد صفحه 311 ماذا قال بحر العلوم في صفحه 320 وحكي عن الشيخ يحيى ابن بطريق الحلي صاحب كتاب العمدة وغيره أنه ذكر في رسالة نهج العلوم لتزكية الشيخ المفيد رضي الله عنه طريقين أحدهما ما يشترك بينه وبين غيره من أصحابنا الثقات وثانيهما ما يختص به وهو ما ترويه كافة الشيعة وتتلقاه بالقبول ان مولانا صاحب الامر صلوات الله عليه وعلى ابائه كتب اليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابا كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابة إذا هناك ثلاث رسائل وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة ما بأيدينا رسالتان فقط الرسالة الثالثة ويبدو انها خطيرة جدا لذا لأجل ذلك رفعوا الكلام الذي يرتبط بها من نسخة معالم العلماء على الأقل من هذه النسخة التي بين يدي وحذفوا الباب المختص بإمام زماننا من كتاب مناقب آل أبي طالب هكذا تجري الأمور صدقوني هكذا تجري الأمور ولقد واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات مئات المرات واجهت مثل هذا الامر مئات المرات حتى صرت قاطعا قاطعا من ان الذي يفعل هذا مراجع الشيعه فلا يجرؤ احد ان يفعل هذا الا هم الا هم نذهب الى فاصل عن ميمون البان عن ابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم ال محمد وبين قتل النفس الزكيه الا خمسه عشر ليله عن المعلى ابن خنيس عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجب عن الحارث بن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان التوقيعات المهدويه صارت عندكم صوره اجماليه عن مقدار هذه التوقيعات في اصلها ما يقرب من سبعين سنه وما بقي عندنا منها الا القليل وقد عرضت اهم المصادر التي جمعت هذه التوقيعات لعلكم تبحثون عنها وحدثتكم بشكل اجمالي عن رسائل الناحية المقدسة إلى المفيد ومن أن الرسالة الثالثة قد ضاعت ضيعوها ما ضيعوها إلا لخطورتها النقطة الأولى هناك تضييع متعمد للتوقيعات بقي القليل من التوقيعات بين ايدينا. النقطة الثانية موقف مراجع حوزة الطوسي بنحو عام من التوقيعات انهم يضعفونها يضعفونها سندا ويضعفونها دلالة ولعل من ابرز هذه التوقيعات توقيع اسحاق ابن يعقوب توقيع اسحاق ابن يعقوب اسئله كتبها إسحاق ابن يعقوب إلى إمام زماننا وهي أسئلة خطيرة خطيرة جدا حين أقول خطيرة أقصد من أنها مهمة إلى درجة الخطورة في واقع حياتنا الشيعية وجاء الجواب بخط يد امام زماننا عبر السفير الثاني وعرفت هذه الرساله في اوساطنا الشيعيه بتوقيع اسحاق بن يعقوب نسبه للذي ارسل الرساله وبعد ذلك فان الامام اجابه على اسئلته هذا التوقيع مع اهميته يضعفونه سندا ويضعفونه دلاله ولكنهم اذا احتاجوا الى الضحك على ذقون الشيعه في قضيه تاسيس المرجعيه يعودون الى هذا التوقيع فيرددون ما جاء في التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وأكثر أصحاب العمائم لا يعلمون أن هذا التوقيع توقيع طويل يتصورون أن الكلمة التي تعرف بتوقيع اسحاق بن يعقوب هي هذه فقط. لانهم اساسا لا يقرؤون الحديث ولا يقرؤون التوقيعات والحوزه تعلمهم من اول يوم ياتون الى الحوزه الا يقتربوا من احاديث اهل البيت والا يقتربوا من توقيعات امام زمانهم وانما يبقون مشدودين الى كتب المخالفين والى كتب مراجع الشيعه فقط الذين هم العن من المخالفين ولذا لو سالت اكثر المعممين عن هذا التوقيع لا يعرفونه ولا يعرفون مصدره انما هي كلمه يحفظونها من خلال ما يسمعونه في الدروس وهم لا يعلمون في الاعم الاغلب من ان التوقيع الشريف هذا يشتمل على حكم اباحه الخمس زمان الغيبة الكبرى زمان الغيبة عموما لكنني ذكرت الكبرى لاننا نعيش فيها. واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وحينما يواجه المراجع بهذا النص فيقولون من ان الخمس المباح هو الذي يرتبط بالمناكح بالزواج بقرينة لتطيب ولادتهم ولا تخبث وفقا لهذه الرؤيه ولهذا التفسير فإن الأحاديث التي تقول من أن وجوب صيام شهر رمضان لأجل أن يستشعر الاغنياء جوع الفقراء فاذا افترضنا ان الغني يستشعر جوع الفقير من دون ان يصوم هذا يعني انه لا يجب عليه الصيام بحسب هذه الرؤيه هذه رؤيه شيطانيه وهم يعلمون من ان التعليل وبيان الحكمة في ذيل بيان الاحكام الشرعية ياتي من باب بيان بعض الحكمة والا كما قلت لكم فإن الغني الذي يستشعر جوع الفقير من دون ان يصوم لا يجب عليه الصوم وكذلك الفقير الفقير هل يحتاج الى ان يستشعر جوع الفقير؟ ما هو جائع فهذا يعني ان الصوم ساقط عنه اي منطقنا فحينما يريدون ان يضحكوا عليكم يضحكون عليكم بهذه الطريقه السخيفه فيقولون لكم من ان الخمس الذي ابيح هنا الذي يرتبط بالمناكح انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل هذا الموضوع انما اردت ان اعرض عليكم كيف يتعاملون مع التوقيعات المهدويه ضيعوا اكثرها حكموا على الباقي بالتضعيف ضعفوها سندا ودلاله وحتى حينما يواجهون بها يحرفون مضامينها عرضت عليكم في الحلقات الماضيه زمان الحسناوي وهو معمم صغير لا قيمه له معمم صغير لكنه تعلم من المعممين الكبار يقرا في هذا الكتاب في الكتاب نفسه من الكتاب يقرا النص لكنه حين يقترب من عباره واما الخمس ينقلب حاله ويقفز قفزه واضحه رجاء اعرضوا لنا الفيديو واتمنى على المشاهدين ان يقراوا لغه جسده ان يقراوا ما يظهر على وجهه وان ينصتوا بدقه الى الطريقه التي سيقفز فيها واما قفزه لانه يبدو قد راى الطنطل اعرضوا لنا الفيديو واما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانما ياكل النيران ياكل من فلوسنا ياكل شنو نار واما وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم مباشرة بعد العبارة وأما المتلبسون بأموالنا مباشرة تأتي العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى آخر التوقيع الشريف قفز منها قفزة طويلة ذهب بها عريضة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه واله لعثمان ابن عفان لما فر بعيدا جدا يوم احد فقال له قد ذهبت بها عريضة يا عثمان فلقد قفز قفزه عريضه زمان الحسناوي هذا مثال بسيط نحن لا نمتلك الادله الحسيه على ما يفعله الكبار فهذا مثال مما يفعله الصغار الذين تعلموا من الكبار كيف يحرفون التوقيعات المهدوية رجاء أعيد بث الفيديو وانتبهوا إلى أن الرجل يقرأ من الكتاب فهو لا يقرأ من دون كتاب حتى أضع احتمالا من أنه نسي الكلام ويقرأ من الكتاب ما إن وصل إلى الجملة حتى قفز قفزة واضحة رجاء أعيد بث الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار وأما واما عله ما وقع من الغيبه فان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم هذا تلميذ المراجع وهكذا تعلم من المراجع كيف يضحك على الشيعه وكيف يدلس على الشيعه وكيف يقطع التوقيعات المهدويه الشريفه هذا مثال صغير لكن الواقع الشيعي منذ ان اسس الطوسي الحوزه المشؤومه في النجف سنه 448 يجري على هذه الحاله ويجري على هذه الهيئه الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الانوار للمجلس الطبعه طبعة دار إحياء التراث العربي الرسالتان اللتان وصلتا إلى المفيد المصدر الأصل هنا وصاحب البحار نقل عن هذا المصدر وهو المصدر الأصل الرساله الاولى جاء فيها ذكر اكثر مراجع الشيعه ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم الخطاب مع اكثر مراجع الشيعه الرساله وصلت الى المفيد سنه اربعمئه وعشره للهجره ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وفي الرساله الثانيه وصفهم الامام بالسباريت من الايمان السباريت جمع لسبروت بالضبط ما نقوله في ثقافتنا الشعبيه العراقيه سربوت والجمع سرابيت في لغه العربي الفصحى سبروت والجمع سباريت فالامام وصف اولئك المراجعه بالسباريت من الايمان هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين ولا ينطبق على غير العباسيين لان اولئك لا ايمان عندهم فما هم من الشيعة الايمان هو التشيع الايمان ولايه علي الايمان ولايه الحجه ابن الحسن بحسب ثقافتنا بحسب ديننا غيرنا لهم دينهم ونحن لنا ديننا السباريت من الايمان الذين بامكانهم ان يكونوا مؤمنين لكنهم يفتقرون الى الايمان هم الذين ضيعوا ايمانهم ضيعوا ايمانهم حينما نقضوا بيعه الغدير مثل ما جاء في الرساله الاولى مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وافضل مصداق لهؤلاء الطوسي الطوسي كان موجودا حينما وصلت هذه الرساله للمفيد لان الطوسي التحق بالمفيد سنه اربعمئه وثمانيه للهجره وهذه الرساله وصلت سنه اربعمئه وعشره للهجره في الرساله الثانيه ايضا الامام يقول فما يحبسنا عنهم ما يحبسنا عن الشيعه عن مراجع الشيعه وعن الشيعه عموما ما يحبسنا عن التواصل معهم فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الامام يتحدث عن كراهيته لهؤلاء المراجع وعن كراهيته للواقع الشيعي الرساله الثالثه ماذا ذكر فيها الامام يبدو ان الامام قد تحدث بنحو صريح وصريح جدا ولذا ضيعوها ضيعوا الرسالة وما بقي لها من أثر بأيدينا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه هذه صورة اجماليه عن التوقيعات المهدويه الشريفه سؤال السائلين هل هناك من توقيع يتحدث عن هذه المساله عن ذكر امير المؤمنين في الصلوات المفروضه بعنوان الوجوب اذا كان الحديث عن الفاظ مباشره فاننا لا نملك توقيعا في ذلك ولكن خذوا بنظر الاعتبار من ان التوقيعات لم تصل الينا كامله وما وصل منها الا القليل وحتى الذي وصل الينا تعرض للتحريف والذي وصل الينا ضعف سندا ودلاله من قبل مراجع حوزه الطوسي لكنني ساشير اشارات اجماليه لما ورد في بعض هذه التوقيعات الشريفة من هذه التوقيعات زيارة آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الإمام الحجة قال في أولها اذا اردتم التوجه بنا الى الله تعالى والينا اذا اردتم التوجه بنا الى الله تعالى صنف من الشيعه قلوبهم تقودهم الى هذا التوجه ان يتوجهوا الى الله تعالى بمحمد وآل محمد وصنف من الشيعة يتوجهون إلى محمد وآل محمد إلى إمام زمانهم بنحو مباشر وهذا ما نجده في دعاء الندبة الشريف وهو من التوقيعات أيضا فدعاء الندبة ورد عن الناحية المقدسة ومما جاء فيه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا التوجه في كل حال من الأحوال نتوجه إلى إمام زماننا في كل أحوالنا وابرز هذه الاحوال في حال العباده والطاعه والذكر والمناجاه فيما يرتبط بابرز صور الحياه الدينيه اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا التوجه إليهم هو هذا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ماذا جاء في زيارة آل ياسين هكذا نخاطب إمام زماننا وهكذا نخاطب محمدا وآل محمد أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر من تابع الحلقة الماضية قرأت رواية من الكاف الشريف من احاديثهم وهم يتحدثون عن مضمون الحج والحج عباده راسخه ومركزه ابداوا بمكه واختموا بنا يبداون بمكه يطوفون حول بيت شرفه الله بمولد علي وعلامه ميلاد علي واضحه في البيت مهما حاولوا تغطيتها هذا بيت شرفه الله بولاده علي فيه وعلامة التشريف واضحة واضحة في جدار البيت مهما حاولوا تغطيتها حتى البداية فإنها تعود إليهم ابدأوا بمكة وأختموا بنا البداية أيضا منهم وإليهم انتم الاول والاخر انتم الاول والاخر في العقيده وفي القران ومعارفه وفي الاحكام وتفاصيلها انتم الاول والاخر في الدنيا بشؤونها وفي الاخره بشؤونها أنتم الأول والآخر في عالم التشريع وأنتم الأول والآخر في عالم التكوين أنتم الأول والآخر في عالم الطبيعة والشهادة وأنتم الأول والآخر في عوالم الغيب والملأ الأعلى وأنتم أنتم هذا هو المضمون الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة التي وردتنا بتوقيع من الناحية المقدسة من دون طلب من الإمام، الإمام أرسلها إلينا أنتم الأول والآخر يأتي مضمون ذكر علي في الصلاه ياتي جزءا من هذه الحقيقه في توقيع من التوقيعات المهدويه اقرا عليكم من الاحتجاج للطبرسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة أربعمية أو ستة وثمانين هذا التوقيع وردنا عن إمام زماننا من طريق محمد بن عبد الله الحميري رضوان الله تعالى عليه في سنة سبع وثلاثمائة سنة ثلاثمائة وسبعة للهجرة متى انتهت الغيبة الأولى ثلاثمائة وتسعة وعشرين فهذا التوقيع ورد في أواخر الغيبة الأولى تقريباً سنة 307 التوقيع طويل أذهب إلى موطن الحاجة دعاء التوجه في الصلاة والإمام أشار إلى أنه سنة وما هو بواجب دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام في داخل الصلاه هكذا يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء الشريف فهذا ذكر أمير المؤمنين في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه إنما جئت به وجئت بزيارة آل ياسين ودعاء الندبة كي اقول لكم هذه بقايا التوقيعات تشير الى هذه الحقيقه من ان ذكر علي مشرع في الصلاه وهذا النص واضح من توقيعات الناحيه المقدسه بعد تكبيره الاحرام هكذا يقول المصلي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما على مله ابراهيم ودين محمد وهدي امير المؤمنين وما انا من المشركين. فذكر امير المؤمنين مشرع في الصلاه. فلماذا يقول هؤلاء من ان ذكر علي في داخل الصلاه يبطل الصلاه، الا لعنه على دينهم، الا لعنه على صلاتهم، الا لعنه على فتاواهم هذا توقيع من الناحيه المقدسه من بقايا التوقيعات التي اتلفوها وحرفوها وحرفوا الدين بكامله نذهب الى فاصل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام أو يمكنه, أو يمكنه اختياره. اختياره هيهات, هيهات هيهات. ضلت العقول. وتاهت, وتاهت الحلوم. وحارت حارت الألباب. وخسئت العيون. وتصاغرت العظماء. وتحيرت الحكماء. وتقاصرت الحلماء. وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد؟ صلى الله عليه وآله وسلم. ما يرتبط بالتوقيعات المهدويه حدثتكم بنحو اجمالي اما اللقاءات فان السؤال يسال عن لقاء عن توقيع اما اللقاءات اللقاءات كثيره ونحن لسنا مطلعين على كل اللقاءات وانما اطلعنا على ما جمع في الكتب وهناك العديد من الكتب من الكتب القديمه ومن الكتب المعاصره التي تشتمل على وقائع لقاءات الشيعه بامام زمانها هل نصدق كل الذي ذكر في هذه الكتب هل نصدق بعضه هل ان البعض منه قد تعرض للتحريف كل ذلك ممكن لكنني أقول بالإجمال بحسب اطلاعي فإنني لا أتذكر لقاء لشيعي من الشيعة التقى إمام زمانه وكان هناك من حديث أو من كلام عن ذكر أمير المؤمنين في الصلوات المفروضة بحسب ما أتذكر من اللقاءات التي سمعت بها أو التي قرأتها في الأعم الأغلب في الكتب المختصة بمثل هذا الموضوع وهي كتب كثيرة ما هي بقليلة لكن يبقى فإن كثيرا من اللقاءات اصحابها لا يتحدثون عنها او ربما تحدثوا عنها ونسيت واهملت او ربما وصلت الى الكتاب والمؤلفين ولأمر من الامور لم يثبتوها في كتبهم قطعا اللقاءات التي كشف فيها الامام لشيعته عن معايب المراجع او عن معايب بعضهم فان هذا لن يذكر في هذه الكتب لان الذين جمعوا هذه الوقائع وهذه اللقاءات هم في أجواء المرجعية أو ممن يخافون من بطش هؤلاء المراجع فهذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطوسي المشؤوم الحوزه المشؤومه في النجف من وجهه نظري اللقاءات التي كانت فيما بين عوام الشيعه والامام هذه لقاءات حقيقيه يمكن ان تصدق اما اللقاءات التي ذكرت ما بين المراجع والامام فانا لا اصدق اكثرها اصدق البعض منها سابقا كنت اصدقها ولكنني بعد ان اطلعت على الكثير من الاسرار وكيف ان المراجع ينسجون الاكاذيب في هذا المجال اصبحت لا اصدق الكثير من الوقائع التي تنقل عن المراجع اصدق بعضها لكنني لا اصدق الكثير منها فان المراجع يكذبون ابناؤهم يكذبون اصهارهم يكذبون طلابهم يكذبون هناك قضيه لا تعرفونها اتحدث عن البعيدين عن الاجواء الحوزويه وكواليسها هناك قضيه يقولون عنها من انها سر بقاء الحوزه طيله هذه القرون يقولون اننا نستعمل الكذب للدفاع عن الحوزه قطعا سيكذبونني لكن الحقيقه هي هذه لانهم يوجبون على اتباعهم في الكواليس الخاصه يوجبون عليهم وليس يجيزون يوجبون عليهم ان يكذبوا لصالح المرجعيه وان يكذبوا على مخالفي المرجعيه يوجبون عليهم ذلك لا يجيزون لهم يقولون لهم يجب عليكم ان تكذبوا لصالح المراجع فيسطرون الكرامات وان تكذبوا على الذين يخالفون المراجع فيسطرون المطاعم وهم يقولون نحن بهذا الاسلوب حافظنا على المرجعيه وحافظنا على الحوزه وحافظنا على الدين اي دين هذا الذي يحافظ عليه بالاكاذيب انه دينهم ما هو بدين محمد وال محمد هذا هو دين المراجع دين الاكاذيب ودين التحريف ودين الدجل. نذهب الى فاصل. عن جابر الجعفي عن ابي جعفر الباقر صلوات الله عليه الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومنادٍ ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل اخوان الترك حتى ينزل الجزيره وستقبل مارقه الروم حتى ينزل الرمل فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات رايه الاصهر ورايه الابقع ورايه السفياني اهم لقاء من وجهه نظري عبر تاريخ الغيبه الكبرى اهم لقاء حدث مع إمام زماننا لقاء ميرزا مهدي الإصفهاني ميرزا مهدي الإصفهاني توفي سنة 1365 للهجرة قبل ثمانيه وسبعين عاما من الاعوام قبل ثمانيه وسبعين سنه توفي الميرزا مهدي الاصفهاني في مدينه مشهد لقد ذكرت لكم حكايته بالتفصيل في حلقات سابقه لكنني سأشير إليها بالإجمال يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج كي تطلعوا على تفاصيل واقعة ميرزا مهدي الأصفهاني ميرزا مهدي نال الاجتهاد من الذي أجازه؟ أجازه النائيني النائيني هذا الذي الخوئي قتل نفسه قتلا على ان يحصل اجازه اجتهاد منه وما اعطاه وبقيت غصه غصه بقيت غصه في صدر الخوئي الى ان مات لان النائيني ما اعطاه اجازه اجتهاد وهذه الحكايه معروفة في الأجواء الخوئية الحوزوية فالنائين هو الذي أعطى إجازة الاجتهاد الكامل لميرزا مهدي الأصفهاني وفي الوقت نفسه استاذه في العرفان وهو من اخطاب المدرسه العرفانيه الشيعيه السيد احمد الكربلائي اجازه ايضا وقال له من انك اصبحت عارفا كاملا لن تحتاجني بعد هذا اليوم وهناك العديد من المراجع في عصره اقر اجازه النائين اغاضياء العراقي العراقي يعني الاراكي من ايران أغاضياء العراقي أيضا أجازه وفقاً لإجازة النائيني وأغاضياء العراقي هو من أساتذة الخوء أيضا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع ليس مهما من أجازه الرجل وصل إلى النهاية في الدراسة الحوزوية الأصولية ووصل إلى النهاية في الدراسة العرفانية إلى أن التقى بالإمام وكانت رسالة الإمام إلى الشيعة عبر هذا الرجل طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا هذه الرساله صريحه ببطلان المنهج الاصولي وببطلان المنهج العرفاني الاصولي فميرزا مهدي الاصفهاني كان من طلاب هذين المنهجين في بدايه حياته كان على المنهج الاصولي وبعد ذلك توجه الى العرفان فصار من المجموعه العرفانيه الاصوليه رساله الامام واضحه رساله امام زماننا واضحه تشير الى بطلان المنهج الاصولي والى بطلان المنهج العرفاني الاصولي ولذا فان ميرزا مهدي الاصفهاني هكذا فهم الامر وخرج فارا من النجف وانتقل الى مشهد واسس مدرسته الخاصه به التي تعرف بالمدرسه التفكيكيه وأصحابها يطلقون عليها المدرسة المعارفية. طلب المعارف استنادا إلى هذه الرسالة يسمونها بالمدرسة المعارفية. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هل وصل الى الحقيقه الكامله ميرزا مهدي الاصفهاني لم يصل هذا امر خارج عن بحثنا لكن الرساله واضحه رساله امام زماننا تشير الى بطلان المنهج الاصولي والى بطلان المنهج العرفاني الاصولي هذا هو اهم لقاء اهم لقاء من وجهه نظري هذا النص يشير الى هذه الحقيقه الى ايه حقيقه الى حقيقه منهج العتره في استنباط الاحكام الشرعيه الذي يؤدي الى وجوب ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير في الصلوات المفروضه ومن دون ذكره فان الصلاه باطله باطله باطله. طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا فتاوى مراجع الشيعه عبر العصور منذ زمان الطوسي والى الان هي وفقا لمنهج الشافعي فتاوى باطله فهذا المنهج منهج باطل المنهج الحق هو منهج العتره احاديثهم رواياتهم قرانهم المفسر بتفسيرهم وفقا لهذه المعطيات فان الشهاده الثالثه واجبه الذكر في التشهد الوسطي والاخير في الصلوات المفروضة لكنكم اذا كنتم تسالون عن لقاء مشخص مثل ما قلت لكم قبل قليل انني لا سمعت بمثل هذا اللقاء ولا قرأت عنه ولكنني افقه هذا الفقه من هذه الرساله العظيمه. طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا. فحوزه الطوسي منكره له منكره لامام زماننا بالضبط مثل ما جاء في الرساله التي قراتها عليكم قبل قليل في الرساله الاولى التي وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لانكارنا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون المضمون هو هو لكنه جاء صريحا وموجزا في هذه الرساله القصيره التي وصلتنا من امام زماننا عبر ميرزا مهدي الاصفهاني نذهب الى فاصل عن الحكم بن عيينه قال لما قتل امير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان